أيام معلومات. أغلب كتب التفسير قالوا بأن الأيام المعلومات العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام في السنة كلها العشر أيام دول. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول عن حجاج بيت الله الحرام، عندما قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. الرجل رد ثلاث مرات يقول له كل سنة كل سنة كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فدعوه. يبقى قال لهم ربنا فرض عليكم الحج وخلاص مرة واحدة في العمر. صحابي من الصحابة قال له كل سنة يعني كل سنة هنحج. النبي صلى الله عليه وسلم سكت خالص حتى كررها الرجل ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجب الحج عليكم كل عام، ولكن إذا قلت لكم شيء وسكت فخذوه ولا تناقشوني فيه، خلاص خذوه اسكتوا، فإنما هلك الأقوام السابقين بكثرة سؤالهم للأنبياء واختلافهم مع الأنبياء. كل ما يقول النبي كلام هم يقولوا كلام عكسه، يشاركوه في الكلام، يكثروا السؤال. احنا كخير أمة ما عندناش الكلام دوت. فما أمرتكم بشيء، إذا قلت لكم اعملوا حاجة اعملوا اللي تقدروا تعملوه، وما نهيتكم عن شيء ما تعملوش، اللي نهيتكم عنه ما تعملوهوش، لكن اللي قلت لكم اعملوه اللي تقدروا اعملوه اعملوه. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بينا قد ايه. ومن هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحجاج والعمار زوار الله. الحجاج والعمار وفد الله وزواره. إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. دول الحجاج والعمار وفد الله وزواره، دول اللي رايحين يزوروا ربنا، دول الوفد بتوع ربنا، دول هم خير البشرية اللي عايزين يصلوا إلى الله جل وعلا. وفد الله، لما يقول لك ده وفد الله وزوار ربنا، ده أفضل حاجة، ما فيش غير أفضل من كده. اللي جاي زاير ليك ده وحبيب ليك ده تدي له كل اللي انت عايزه لأن ده حبيبك. إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوه استجيب لهم، وإن شفعوا في إخوانهم وجبت شفاعتهم في إخوانهم، وإن شفعوا شفعوا. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. يبقى أول بيت وضع هو البيت ده اللي ربنا أكرم البشرية بيه، وده قصاد البيت على طول في السماء السابعة البيت المعمور. يبقى البيت المعمور تحتيه على طول، يعني لو سقط البيت المعمور هيسقط على البيت الحرام، فوق بعضهم على طول. ولذلك لا يستطيع أي طائر ولا أي طائرة تطير من فوق البيت، ولا أي حاجة تخترق فوق البيت نهائي. هناك نور متصل من السماء السابعة إلى بيت الله الحرام للكعبة دي. فمن كرم ربنا إن الكعبة دي نفحة من عند ربنا، العباد ما لهمش دخل فيها، وضع للناس، يبقى الناس خلقوا وجدوا هذا المكان. لأن ربنا لما قال للملائكة طوفوا بالبيت المعمور، ملائكة الأرض قالت وأين للأرض يا رب؟
قال ابنوا بيتا وطوفوا حوله في الأرض ليكون مطافا لأهل الأرض. يبقى أول بيت وضع للناس.